أهلا وسهلا فيكم حبايبنا الحلوين في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد دائما برنامج برنامج توب فايف معي أنا أمل قطامي. برحب فيكم في حلقة جديدة. أكيد أنا جدا سعيدة بتواصلي وبتواجدي دائما معكم كل أحد وخميس الساعة 6 بتوقيت العراق والساعة 5 بتوقيت الأردن ومكة. اهلا وسهلا فيكم من جديد. طبعا ما بننسى انه نذكركم ارقام التواصل، ارقام التواصل معنا اللي هلا تطلع على الشاشه، فايبر واسيا سيل والرقم المجاني. وكمان نذكركم مواقع التذكير بمواقع التواصل الاجتماعي. خلونا نشوف الفيديو ونرجع لكم. رجعنا لكم حبايبنا الحلوين وندخل بأول فقرة من فقرات البرنامج، بس قبل هيك عطول روحوا على صفحة الفيسبوك وعلقوا عندي على صفحة أمل قطامي على آخر بوست نزلته عشان أقرأ تعليقاتكم على الهواء. ندخل في أول فقرة من فقرات البرنامج توب فايف، كل أحد 5 كليبات، وأكيد كل النجوم مبدعين ومتألقين، بس أكيد في حدا تميز أكثر من حدا. نروح لأول كليب وهو كليب بآخر المشوار ونرجع لكم. أكيد سبحان الله إنه الله بيجازي كل حدا بتكبر، سواء على الجيران على صحباته، فأكيد من تواضع لله رفع. خلينا ندخل بفقرة البرنامج الثانية، فقرة الاتصالات. نأخذ أول اتصال. زينة من ديالى، أهلا وسهلا يا زينة. نعم نور، نورك حبيبتي، أهلا وسهلا فيكي. أبو مبروك وصل 256 على الفيسبوك. الله يبارك فيك يا رب. تسلم تسلم يا زينة، شكرا لإلك. راحت زينة. طيب كمان زينة من كردستان، سلام عليكم زينة، كيفك؟ ألو. يا أهلا زينة. نور، أوكي نور نور، أهلا وسهلا يا نور. كيفك أنا؟ الحمد لله تمام، وأنت كيفك؟ والله منيحة الحمد لله، شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. احكي لنا كيف أحوال أهلنا. تفضل احكي، سامعك. الحمد لله. طيب يعني نعم بحبك كثير. وأنا كمان بحبك كثير. تسلمي يا نور. نور بتحبي تطلبي أنشودة وتهديها لحدا؟ بدي أنشودة غريب لعمر الصعيدي. غريب لعمر الصعيدي، طيب تحبي تهديها لحدا؟ أمل. تفضلي. أمل. بصير أطلب أنشودة ثانية؟ أكيد أطلبي. أنت الأمل لعمر الصعيدي. إيش هي؟ أنت الأمل لعمر الصعيدي وغريب. أنت الأمل؟ آه. لعمر الصعيدي. غريب لعمر الصعيدي. أها أيوة. خلص، غريب وأنت الأمل؟ هلا إن شاء الله رح نطلع لك إياهم. شكرا كثير لاتصالك يا نور ونورتينا. نبا، اهلا يا نبا. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك؟ الحمد لله، انت كيفك؟ الحمد لله تمام. نبا تحب تطلب انشودة تهديها لحدا؟ عموما احبك هواية هواية. وانا كمان احبك هواية، تسلمي. عموما تذكريني تصورت عليك بالحلقة الماضية. أكيد يا نبا، أنا بتذكركم كلكم، مرات بنسى بس أكيد لما في أصوات سبحان الله ما بنساها. مو ناسيتك يا نبا. شكرا حبيبتي. طيب نبا عموما بحب أقول لك أنشودة. تفضلي. تحلى الدنيا. تحلى الدنيا، ولمين بتحبي تهديها؟ بهديها إليك ولكل جمهورك. طيب تحلى الدنيا لأمل قطامي وأحمد دعسان، تهديها إلي ولكل جمهوري. طيب وإحنا كمان نهديك إياها يا نبا. شكرا حبيبي. العفو يا رب. هلأ إن شاء الله رح نسمعك يا نور اللي طلبتي منا غريب، واللي طلبتي أنت الأمل، وبعد رح نسمعك تحلى الدنيا اللي طلبتها صديقتنا نبا، وأكيد إحنا منهديها لكل جمهور البرنامج، ومنحبكم كثير ومنحييكم عن جد، يعني شكرا لكل الناس. وهلا بدي اهديكم كلكم انشودة تحلى الدنيا عشان كل اللي وصلوني 156,000 على الفيسبوك و350,000 على الانستغرام. بحبكم كثير عن جد. وخلينا نروح نسمع هلا انت امل. ايوه
غريب لعمر الصعيدي، نسمعها ونرجع لكم. رجعنا لكم حبايبنا الحلوين، ومعنا اتصال إسراء. أهلا يا إسراء. طيب إسراء راحت، ماشي. اتصال جديد، مساء الخير. ألو. يا أهلا، كيفك؟ ألو. أهلا حبيبتي، سامعينك، تفضلي. ممكن أشارك؟ تفضلي، أنت على الهواء. كيفك أمولة؟ تمام الحمد لله، وكيفك أنت؟ طيب تسمعينا من التليفون وتوطي صوت التلفزيون؟ بحبك كثير. وأنا كمان بحبك كثير، تسلمي. ما عرفتينا بحالك؟ طيب. أنا من محافظة بابل، أنا بحبك كثير وبطلب غنية أختي مايا حياتي بهديها لأختي حوراء. وإحنا كمان أكيد بنحبك كثير، وأهلا وسهلا بكل أهلنا في بابل، وإن شاء الله هلأ رح نسمعك أنشودة أختي مايا حياتي، ونهديها كمان إليك ولأختك حوراء. وكمان بدي غنية دفتري حلو ومرتب بهديها لمعلمتي. اوكي، دفتري حلو المرتب للين الصعيدي، وهلا كمان رح اسمعك اياها. شكرا كثير لاتصالك، وكثير كنت سعيده بسمع صوتك. طيب نوراس من كركوك، اهلا يا نوراس. شلونك امك؟ تمام الحمد لله، شلونك انت يا نوراس؟ والله انا بحبك كثير، انت شلونك؟ وانا كمان بحبك كثير الحمد لله تمام. انت من وين؟ أنا عايشة بالأردن بس أصلي فلسطيني. أنت من فلسطين؟ إيه؟ تحية لإلي كل أهل فلسطين. وأنا كمان بحبك وبحب كل أهل العراق وكل أهل فلسطين بحيوكي. الله يسلمك، أنا بدي أنشودة يا بنتي محلاتي لأنا قطامي وعمر صعيدي. يا ما أحلاكي لأمل قطامي وعمر الصعيدي، لمين بتحبي تهديها؟ بهديها لإلك. لإلي، وأنا كمان بهديك إياها، أمل قطامي عمر الصعيدي ما أحلاكي، بهديك إياها وشكرا كثير لاتصالك. طيب مها من صلاح الدين. كيفك أمولي؟ يا أهلا، كيفك يا مها؟ أخبارك؟ تمام الحمد لله. تمام في أخبارك؟ نعم. عرفتيني؟ لا ما عرفتك. لا أنا ما كنت في البرنامج اللي كنت لك أصايل. أصايل، اسمك أصايل صح؟ لا لا عادي، أنا بكتب لك قصايد. أنت بتكتبي لي قصائد، أهلا وسهلا فيك، تذكرتك. بدي أحكي لك إشي. تفضلي. أحبك دوم، أنسك كل يوم، واسمك بالفرحة يدوم. حبيبتي، وإن شاء الله دائما أنت كمان اسمك يضل بالفرحة، ووجهك يضل مبتسم، تضلي مبسوطة طول عمرك. حمودة ممكن أطلب منك طلب؟ أكيد أطلبي. بدنا يوم الخميس لما تستضيف لنا بدنا اتصالات على البرنامج. نجمة مين؟ بدنا لما تستضيف البرنامج يوم بدنا نستضيف يعني نجمة يوم الخميس بدنا اتصالات على البرنامج. حاضر من عيوني، احنا دائما فاتحين باب الاتصالات، بس يوم الخميس عشان بيكون معنا ضيفه فلازم نسال ونساله ونعطيه وقت يحكي، فما بصير انه كله تكون اتصالات، بس ان شاء الله يعني الحين نحاول نفتح ابواب اكثر للاتصالات. طيب ممكن اعرف من نجمة الخميس الجاي؟ ممكن ايش؟ اعرف النجمة الخميس الجاي مين؟ لسه ما قررنا، بس اكيد اذا بدك تعرفي ادخلي على صفحه توب 5 على الفيسبوك ورح تشوفي. شكرا كثير لاتصالك، كنت جدا سعيده. تحلى الدنيا، نسمعها ونرجع لكم. اهلا وسهلا فيكم حبايبنا الحلوين من جديد. طبعا زي ما شفتوا هلا اخذنا فاصل الاذان، وهلا بدنا ناخذ شويه تعليقات من الفيسبوك. طيب ناخذ اتصال قبل ما تحمل التعليقات. خلص حملت، ما بدنا اتصال. قطاميه كيالية بتقول أحبك جدا بلا ارتواء، تسلمي يا قطامية كيالية. وسومة سمسمة، أمل سارونا الحارث كتير بتحبك، وأنا كمان كتير بحب سارونا.
دنيا الحسيني بتقول أحبك أمولة وأتمنى لك مزيد من العطاء والنجاح وبحجابك، أنت قدوة للبنات. أنا لما شفتك اقتنعت أكثر بالحجاب والبستة، والحمد لله أتمنى أنك تكون إلي صورة معك يا جميلة الجميلات، معك دنيا حسان من المغرب. أهلا وسهلا يا دنيا، ويا رب الله يثبتك على الحجاب. أنا جدا سعيدة أني أنا كنت سبب بارتدائك للحجاب، ويعني يا رب أني عن جد أكون قدوة خير إليك ولكل البنات. فاطمة خالد الوزان، أمولتي بحبك كثير، الله يسعدك أنت ورغوتي الوزان، تسلمي يا فاطمة. بسمة أمل، أمل أمل أنا بحبك كثير، ويا ريت تضلي أنت وبشر خوات وصحبات ما بتفرقوا أبدا، ما تسمح للحساد يفرقوا بينكم. ريم قطامي بتقريم قطامي، يسعد مساك أمولة دائما منور الشاشة، أحبك كثير وأنا كمان بحبك يا ريم. قطامية كيارية، تسلم يا قطامية. يارا بتقول ممكن تستضيف وسجل استضفناها وأكيد رح نحاول. آية عزيز، ديري بالك على زنزنتي وبوسيها لي بوسة كبيرة وقولي لها عزيزة عزيز تحبك مرة. أكيد هلأ زينة إذا هي بتشوفك بتلاقيها بتحكي اسمك، أول ما حد يحكي اسم زينة فهي بتحكي اسمه، فإن شاء الله رح أدير بالي أكيد. وبتقولي كمان آية منورة دا نف نت، مش عارفة إيش الكلمة اللي كاتبيتها، بس تسلمي كتير يا عزيز وأنا كمان بحبك. أنت الأغلى يا ماما بتقول أمولي بحبك حب لا يوصف، بحبك بإحساس مرهف أمولي، ليت تجي عندنا تورينا بمصر وتقيمي حفلة نسائية أنت ولاك طراير، جمهور مصر بحبك كتير قوي، وممكن توجه تحية لجمهور مصر باللهجة المصرية. أكيد أنا بحبكم قوي يا جمهور مصر، وعن جد يعني أنتوا ناس طيبين قوي، وبس أنا مش عارفة يعني أحكي، بس أنا بحبكم كتير، وعن جد كل أهل مصر أطيب من بعض، وإن شاء الله يا رب إني أجي وألتقي فيكم. أجيت على مصر وتقريبا رحت على كل المحافظات لما أجيت، بس إن شاء الله يعني يا رب أجيها كمان مرة وبكون متشرفة فيكم. إسلام بتقول أجمل تحية ليكي من مصري أجمل أمولة، تسلمي يا إسلام. محمد القطامي تسلمي يا محمد. قطامية كيالية تسلمي. أسماء نازل ما في مساعدات للمريضين، اسماء راسلينا وان شاء الله رح نحاول. احمد ميدو ابو زيد تسلم، ايش الماسك انا ساكنه بعمان. ومريم البتول هلا امونة، ممكن توجه تحيه لاهل اليمن واهل سوريا واحكي لهم قلوبنا بالدعاء لكم مشغول. شكرا، اكيد قلوبنا لهم بالدعاء مشغول، لليمن وسوريا وكل البلدان العربيه، يا رب الله يديم الامن والامان، وان شاء الله يا ربي انه نلاقيهم كلهم بسلام. إسراء سند بتقول يسعد مساكي دعواتكم لأهل فلسطين، أكيد يعني إحنا معكم قلبا وقالبا وساعدين كثير بوجودك معنا يا إسراء من فلسطين. خوخة القطامية أمول وجه تحية لقروبنا هوانا قطامي، وجه تحية لقروبنا هوانا قطامي بتقول منورة يا أميرة السلفي، منورة يا أم الشياكة واللطافة، منورة بالشاشة بطلتك يا أغلى أمل، تسلمي يا خوخة القطامية وأنا كمان بحبك كثير. ريهام بتقول ممكن تستضيف رغد الوزان، أنا ريهام من فلسطين أسأل أن تحرر فلسطين يا رب في أقرب وقت. أمول حبيبتي منورة تسلمي يا ريهام. زوزو النعيمي أمول إيش اسم مدرستك؟ بتمنى أنك تردي. أنا اسم مدرسة الحصاد التربوي توت العمانية. بتقول رغم بعدة مسافات إلا أن الأمل باقي في القلوب، لعلنا نلتقي يوما ما. أمولي تسلمي يا توت العمانية وأنا كمان بحبك. وبتقول عندي لك سؤال، خلصتي صحن الفواكه اللي ما أعطتك يا ماما؟ أكلتي كله أو لا؟ احكي لي بصراحة. والله بس كان ضايل يعني شوي، لأني أنا يعني كنت يعني أنا آسف اليوم صوتي شوي تعبان، بس أنا كتير تعبانة مفلوزة فسامحوني. والله يسلم لكم، الله يسلمكم اللي كاتبين سلامات لك أمولة، وأنا كمان بحكي لكم الله يسلمكم. زينة رجب بتقول بحبك كتير وأنا كمان بحبك يا زينة. فاطمة الجعبري بتقول أمولة تخبلين. ريماس عبودي أمولة بحبك وايد وايد، ممكن سؤال شو رأيك ليان بليان سميح؟ أكيد ليان بنت أمولة وحبابة الله يحميها. دومليسا بتقول أمل بحب حبيبتي ما شاء الله عنك، بدي أسألك كيف شو رأيك؟ أوكي، كيف رأيك صوت أمينة كرم؟ وهل تتواصلين معها؟ أكيد صوت أمينة كرم صوت مغربي أكثر من رائع، وما بتواصل معها بس أكيد بكون سعيدة بتواصلي. سمية بتقول عايزين سيلفي من البرنامج النهاردة إن شاء الله يا سمية. كاتم الأحزان ليش صفحة أسامة مغلقة؟ ما هي صفحة جديدة، ونزل صورة جديدة لأسامة. إن شاء الله يعني أسامة ما بحب كثير يتصور، بس ما بعرف ليش صفحته يعني مغلقة، ما بتذكر إنه صار هيك إشي. وجنات بتقول أنا بحبك قوي قوي أمل، وأنا كمان بحبك قوي قوي. سمو المشاعر كيفك أمول؟ سلمي لي على مصطفى موسى وقولي لي أستاذ وسيم يضم العزاوي وأولاده في القناة بالتوفيق يا أمولي يوصل إن شاء الله. الرحمة المهداة بكتب كل تعليق مش بتقري، بحبك كتير الله يوفقك يا أمولة، وأنا كمان بقول لك أهلا وسهلا فيكي وبحبك كتير. وغالب عيسى متى تستضيفوا أحمد دعسان؟ أكيد بالوقت المناسب رح نخبركم. وريماس بتقول أمول اكتب ترد القناة على صفحتك، نفسي أحضر هالبرنامج لو مرة إن شاء الله، هلأ رح أكتبه.
ورح نكمل تعليقات، بس خلينا نروح فاصل صغير ونرجع لكم، خليكم معنا. رجعنا لكم حبايبنا الحلوين ونكمل تعليقات، لانه الناس كلهم زعلانين، فاحنا حبينا نخصص اليوم اكثر يكون للتعليقات. ريماس الحسين الله يخليك يا امل، وان شاء الله بالتوفيق وبتضلي حبيبتي الكل، تسلمي يا ريماس. الصمت العربي وجه تحيه لاهل الغزه وللقدس. امل قطام انا بحبك كثير، انا من غزه، اهلا وسهلا بكل اهلنا بغزه، وانا كمان بحبك كثير 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 يا الصمت العربي. هاجر عناب اهلا امل، في شيء جديد عن حكي صبايا؟ لحد الان ما في شيء جديد يا هاجر، بس اكيد ان شاء الله رح نطلع بجزء تاني واستنونا. ملكة بحجابي أسماء بتقول نور الشاشة يا أمولة أنا بحبك قوي، وجه تحية لنعمة وآية وأسماء من النجاح لنجاح، وأنا كمان بحبك قوي، بحب كل الناس اللي بكتبوا لي، وكيد تحية لإلهم اللي هم نعمة وآية وأسماء ومن ونجاح. محمد لين بتسلم يا محمد. أجان محمد ماجد أمل أهل السودان بحبوك كتير، وجه تحية لإلي ولأختي ريمان، وأنا كمان بحب أهل السودان كتير كتير، وبوجه لك تحية لأني ريمان ولإلك يا أجان. نور محمد تحيات لك أمول، ربي يجمعني فيكي بالجنة، آمين يا رب يا نور. أحلام بتقول أمل شو لك بي أمل، أنا بحبك وأنا كمان بحبك يا أحلام. الكونتيسة الغامضة، الكونتيسة الغامضة ربي يسعدك أمولة. وعندي سؤال، شو رأيك بديمة؟ أكيد ديمة بنتي كثير حبابة أمورة، وتقابلنا قبل هيك والله يحميها. ديان حماد شو بتقول؟ أنا ديان مشتقت لك كثير، أنت ترضي أتمنى ترضي الأنشودة شو بحلم لديان حماد وموسى مصطفى ان شاء الله يا ديان. امون اللي بحبك كثير واشتقت لك كثير، بتمنى تسلمي يا ديان. قطاميه كياليه بتقول شغله الفايبر اعشقك، اكيد يا قطاميه احملات من شغله مش دائما حسب الاتصالات. طيب نسمع نسمع ما احلاكي ونرجع لكم.